اهلا بكم. عندما تواجه النادي الاهلي لديك فرصه واحده فقط للنجاح وهي الدعاء. قعدت الشوط الاول كله اقول اغشيناهم فهم لا يبصرون في كل هجمه للنادي الاهلي، لحد ما جت الدقيقه 45 قلت الحمد لله الشوط الاول عدى سلامات. سرحت 30 ثانيه فقط يا جدعان، 30 ثانيه والله ما فيش غيرهم. قلت بقى الفرقه المهكعه والمعفنه دي يا ربي تروح كاس عالم 10 مرات، اوكلاند سيتي والزمالك ما يروحش، ليه يا ربي مش مكتوب علينا؟ رجعت من السرحان اللي يا ريتني ما رحت له، لقيت حسين الشحات لدغ لدغته. عموما يا أمنيتي البعيدة وحلمي المستحيل، متى تسقط الظروف ونلتقي؟ عموما يا جدعان ما تستصغرش أو تدني قدر حد أو تستهون باللي في دماغه، الأهلي اداهم على دماغهم. النجم رضا عيد والباشا محمد بك باشا صبري أبو النصر وأبو مالك إسلام فاروق وأيمن عاطف عاملين لي فيديو بث مباشر من السعودية عشان يقولوا لي يا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة. كان عندي استعداد تام أدفع الحساب لكل اللي في القهوة، التالت ما يجيش او الرابع يجي يا جدعان. يلا على العموم الانسان ده حوارات كتيره والله، تقول لي ازاي؟ هقول لك كليتين وكبد ومخ ومخيخ ونفسيه وطباع وحوارات كتير. كنت بستغرب اني عشمان ان الاهلي ممكن يتغلب من فرقه نص كم زي دي، والله العظيم ثلاثه خلصت فيهم كل الافيهات والكوميكس والشتايم والدعاية اللي في الدنيا كلها. مش كده كمان وبس، ومش هم لوحديهم، لا ده هم اوكلاندو سيتي ومعاهم كمان محمد مجدي قفشه ومحمد شريف وحسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا، ومش كده كمان وبس، لا ومحمد عبد الغني وعمر السيسي والفنانه جميله عوض كمان. احب اقول لكم يا جدعان ان الحقيقه ان عندما تواجه النادي الاهلي مهما بلغت عظمه فريقك يراودك دايما شعور انك صغير امامهم. واخر حاجه انا زعلان عليها في ماتش النهارده، اللاعب اللي اتطرد من اوكلاند سيتي هيغيب عن الماتش الجاي زي باقي زملائه.